إلى التذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يشرف ميدانياً على خطوات إنهاء أزمة المياه في تكريت ويوجه باعتمادها بجميع الأغذية. محافظ صلاح الدين يوفر الدعم اللوجستي للقوات الماسكة للأرض في تلول الباج ويتابع إنجاز المشاريع الخدمية في القطاعات المختلفة. رفض شعبي لمحاولات استغلال فاجعة سبايكر في إثارة النعرات الطائفية واستهداف خلايا داعش في يثرب. جناية صلاح الدين تحكم بالإعدام على المفتي الشرعي لتنظيم القاعدة والأهالي يبدون ارتياحا للمستوى الجديد من الإعمار والخدمات. نهاية النشرة، في أمان الله.